أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. يقيم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب احتفالية كبيرة في 11 صباح يوم الأحد المقبل تحت شعار عائلة الأهلي تكرم الأساطير والأهلي ينطلق. كما يعقد كابتن محمود الخطيب مؤتمرا صحفيا موسعا على هامش هذه الاحتفالية للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية والاستثمارية في فروع النادي الثلاثة التي سيبدأ العمل بها قبل نهاية الأسبوع القادم على الأقل. مزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، ازي افتح الله يخليك. ازي حضرتك. يوم الاحد الكل في انتظار مفاجآت من مجلس اداره النادي الاهلي سواء من تكريم الاساطير وايضا من الناحيه الانشائيه. تمام ان شاء الله باذن الله، احنا منتظرين اعضاء الجمعيه العموميه بيشرفونا باذن الله عشان ان شاء الله هيطلعوا. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره هيعلن عن بدء الانشاءات او بدء التطوير والبنيه الاساسيه البنيه التحتيه للنادي ضمن برنامج عائله الاهلي، البرنامج الانتخابي. فالمؤتمر بكره ان شاء الله باذن الله اعلان بدايه المشاريع اللي هتبدا تتنفذ كمرحله اولى لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وطبعا على الهامش المؤتمر باذن الله هنكرم رموز النادي الاهلي برضو، ده ضمن برنامج عائله النادي الاهلي عشان دايما بيبقى في تواصل مع كل من خدم النادي ومثل النادي بشكل طيب وشارك في البطولات. طبعا حطينا معايير للاختيار لان طبعا انت عارف رموز النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي كتير جدا جدا جدا. نعم. بس احنا بنقول للناس دي البدايه ان شاء الله. احنا يمكن كنا في البدايه خالص شهر يناير اللي فات جمعنا الفرق اللي هي حصلت على بطولات، كان فريق باسكت وفريق فولي رجال وسيدات، وحصل تواصل. هو مش يعني الموضوع مش تكريم فقط لا غير، هو موضوع تواصل، تواصل مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود مع اللاعبين بتاعته، وازاي بيحصل الناس ابطالنا الصغيرين بيشوفوا يعني ايه مبادئ النادي الاهلي ويعني ايه الانتخابات بتاعت النادي الاهلي وازاي يعمل تواصل الاجيال مع بعض. فاحنا حطينا معايير هنبدا نمشي عليها كمرحله اولى باذن الله. المعايير دي المعيار الاول يكون تجاوز سن 75 سنه وربنا يديهم الصحه كلهم. ويمكن النهارده من ضمن الرموز اللي كانت هتتكرم يوم الاحد ان شاء الله كابتن عادل هيكل والكابتن الخطيب راح له بنفسه ربنا يشفيه ويمون السلامه، ربنا يشفيه، المستشفى وكرمه هناك في المستشفى ربنا يشفيه طبعا. وكابتن عادل هيكل طبعا معروف للكل ومرموز النادي الاهلي اللي ادت في النادي الاهلي كتير، اسطوره في حراسه المرمى في النادي طبعا. طبعا يعني المعيار الثاني اللي يكون ختم مشواره في النادي الاهلي، يعني لعب ابتدى لعبه في النادي الاهلي وانتهى اللعب بتاعه في النادي الاهلي برضه. المعيار الثالث اللي هو ما يكونش في موقع من مواقع المسؤوليه في النادي، اللي هو ما بيعملش في النادي، لان في ناس عندنا تجاوزت 85 سنه ربنا يديهم الصحه ومشاركين في اجهزه اداريه واجهزه فنيه في النادي. طبعا دي يعني اول حاجه من ضمن برنامج عائله النادي الاهلي عشان خاطر احنا بنتكلم دايما على ارض الواقع. بكره يوم الاحد ان شاء الله المؤتمر كابتن خطيب هيعلن رسمي الثلاث شهور اللي فاتوا ايه مجلس الاداره عمل ايه خلال الثلاث شهور اللي فاتوا والفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله هيحصل فيها ايه. طيب سياده العميد انا عايز بس اخد الجزء الاولاني مع حضرتك. اذا سيتم تكرار التكريم لرموز النادي الاهلي في فترات اخرى مقبله حسب ما يعني يتوافق مع مجلس الاداره والوقت. ده برنامج عائله الاهلي وهنفضل ده البدايه، انا زي ما بقول لحضرتك ده برنامج عائله الاهلي ودي البدايه تكريم الرموز بشكل مستمر. وكل من اعطى للنادي الاهلي، النادي الاهلي ما بينساش فؤاده وما بينساش رموزه، وده درس ومثل حي لابطالنا الصغيرين اللي هم يشوفوا رموزهم ويسمعوا منهم ويسمعوا عن ايه النادي الاهلي ويسمعوا عن ايه مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها. عايزين اولادنا يشوفوا الرموز دول وعايزين اولادنا يسمعوا منهم ويتعلموا منهم ازاي ضحوا عشان النادي الاهلي وازاي مثلوا النادي بشكل طيب. طيب الجزء الاخر ست العميد هو اعلان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب عن ما تم انجازه في الفتره السابقه وايضا ما هو قادم في الناحيه الانشائيه. تمام ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا عارفين كان في لقاء مع السيد محافظ القاهره وكانت زياره حميمه الناس كلها تابعتها بشكل كويس. كان في اتفاق مع جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه. بكره ان شاء يوم الاحد ان شاء الله باذن الله اعلان عن التوقيت بدء اعمال وتوقيت الانتهاء من اعمال المرحله الاولى على مستوى الثلاث فروع. ست العميد يعني في بعض الاقاويل يعني بيقول ان التصميمات مفاجاه بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه. ان شاء الله باذن الله وكله هيبقى موجود وفي العرض ونتمنى اعضاء الجمعيه العموميه في كافه المستويات يشاركونا الساعه 11:30 الاهلي
كثيره ان شاء الله. سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.